وبني ثوابها رائحته كانت كرائحة التفاح. أخذوا يستنشقون روائح ما يسيبوا شهر آذار من شهر آذار يا سنة متشتشوير أني والفريق سلطان كنا بدور واحدة بكلية الأركان زرنا سجن زرنا بس راح أقول لك شيء لا تستعملون اصطلاحات هذا فريق وهذا كذا وهذا قول الأخ سلطان قول سلطان هاشم قول سين أنتم الآن مجردين من الألقاب أنا ما قلت لقب لقب شنو يعني لا ما أنتم متهم الآن أنتم متهمين ما تستعمل ألقاب قول سلطان هاشم أنا مثلا رجاءً أنا ماذا أتكلم معك أنا أتكلم معك التزم بالهدوء ويجب عليك أن تحترم آداب الجلسة لأن إحنا محكمة عراقية تنظر بجرائم دولية اختصاصها الجلسة محترمة ثبت هاي العبارة طبعا اللي تلفظها المتهم صدام ثبت هاي اللفظة المحكمة راح أبينها أنا غير ملزم عدم الحضور في هذا القفص لأنه أنا يريدني أن أحضر أنا راح أرغب ببيان طريقة التعامل بهاي الجلسة راح أوضحها والمرة الأخيرة أتكلم بها أنه المحكمة اللي المحكمة تلتزم بالصمت اللي من أكمل كلامي إذا عندك رد تجاوب هذا طلب أنا المحكمة أنا الجنائية أنا العراقية العليا محكمة قررت المحكمة إخراج المتهم إبعاد المتهم صدام حسين عن قاعة المحكمة وذلك لإخلاله بنظام الجلسة مو بكيفك من أقرر تجي ومن أقرر أطلعك من القاعة تطلع طلعوه هو ما يطبق في كل محاكم العراق كل جنايات العراق والله إذا حضروا المحامين وإذا ما حضرون هم المحامين لا يأخرون ولا يقدمون لأنه صدام حسين ظلم شعب العراقي 35 سنة على المحكمة أن توفر يعني المحامين وكلاء دفاع حتى المحكمة تكون دستورية وقانونية وبالتالي تنظم العدالة.